سلمى، هلا اولى محطاتنا الصباحيه لليوم مع اعضاء من شبكه عالميه للشباب الفاعلين يلي بتتراوح اعمارهم بين 18 و40 سنه، وباكثر من 100 دوله في عقول شابه مؤمنه بضروره تطوير نفسها وبالتالي تطوير العالم من حولها. أكيد سالي، اليوم صناع القادة هو عنوان برنامج جديد عم تشتغل عليه الغرفة الفتية، واللي رح نتعرف عليه أيضا بشكل أوسع مع وسيم سعد نائب الرئيس المحلي لنطاق تطوير الفرد بالغرفة الفتية الدولية بدمشق، وقصي الحافي رئيس لجنة التدريب بالغرفة الفتية. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحكم، صباح المشاهدين، صباح المشاهدين كلهم، اهلا وسهلا فيكم. طبعا مو جديد نحن بنستضيفكم، ولكن اليوم بدنا نتوسع اكثر. خلينا نحكي عن الغرفه الفتيه بشكل اوسع. الغرفه الفتيه الدوليه مثل ما تفضلت هي منظمه عالميه تطوعيه منتشره باكثر من 120 دوله حول العالم باكثر من 5000 غرفه. الغرفه اذا بدنا نعرف شوي الغرفه مثل الفرع، ولكن نحن بنتبع التشابتر او الغرفه او الغرف الدوليه، فنحن موجودين باكثر من 5000 غرفه باكثر من 200 الف شخص فعال بهذا العالم. اليوم بدنا نحكي على الجي سي اي او ونحكي على الغرفه الفتيه الدوليه. هي بتتالف من اربع نطاقات. هدول الاربع نطاقات هن نطاق الفرد اللي اليوم رح نركز عليه اكثر شيء، نطاق تطوير المجتمع اللي بيهتم بالامور المجتمعيه، اللي بيهتم بكل شيء له علاقه بتطوير المجتمع، نطاق تطوير الانترناشونال او العالمي اللي هو بيهتم بالفعاليات العالميه مثل يوم المراه، بنعمل محاضرات بالتوعيه لامراض معينه، لامراض الايدز، ل مثلا مكافحه امراض السرطان. يعني نشاطات كثير متنوعه هي طبعا واسعه النطاق. نجي لنطاق الدولي، النطاق الدولي اللي حكينا عليه كمان هلا بشوي، هو ناخذ فيه الاشياء العالميه. ونطاق الافراد اللي نحن عم نشتغل فيه اليوم هو بيشتغل على تطوير الفرد، تطوير الفرد من خلال الدورات التدريبية والبرامج التدريبية اللي بنشتغل عليها لنحقق رسالة الغرفة أو رسالة الجي سي آي اللي هو تمكين الأفراد وتطويرهم لخلق أثر إيجابي بالمجتمع. تماما. وسيم، رح نتفصل أكثر بنطاق تطوير الفرد، ولكن بدي أنتقل إلى قصي ونحكي شوي عن التدريب، باعتبار كل النطاقات اللي تعنى فيها جي سي آي بحاجة لتدريب، وأنتوا برز عنكم التدريب والاشتراك يمكن بدورات ايضا داخل سوريا وخارجها. خلينا نتعرف شوي على هذا المجال. هلا بالنسبه للتدريبات بالغرفه، احنا اطلقنا برنامج صناع القاضي، هو من اول السنه بلشنا فيه بشهر 2، هو برنامج تدريبي متكامل على طول السنه خلال السنه 2017، بيضم اكثر من 40 كورس رح ينعطوا ب 19 جلسه، نحن عم ناخذها بايام سبت. الأعضاء المشاركة المستهدفة من البرنامج هن الأعضاء نفسهم اللي بالغرفة، لأنه نحن بدنا نمكن الأعضاء بالغرفة من خلال التدريبات هي. بتضم مجالات مختلفة من إدارة وقت، فاينانس، وإدارة الستريس، التوتر عند الأعضاء، كل شيء مجالات مختلفة ممكن تساعدهم وتمكنهم ليصيروا قادة بالمجتمع، ليأثروا على المجتمع بتغيير إيجابي. تمام. فهو الفكرة من الموضوع نحن نخلي الفرد هو نخلق الأثر الإيجابي عنده أول شيء، بعدين ليقدر يخلقه بالمجتمع. فالبرنامج بيحتوي هاي التدريبات اللي بتقعد ما يقارب الستة أشهر، ما بتعلمه كيف يكون رائد أعمال قد ما بتعلمه كيف يكون قائد بمجتمعه. كيف لهيك أخذ اسمه صناع القادة. تمام. نحن رح نكفي حديثنا معكم، ولكن رح ننتقل لبرفقة زميلتنا هلا السعدي لأحد المراكز اللي كان كاميرا الإخبارية السورية متواجدة فيها. الهدف الأساسي من هالبرنامج اللي أعددناه نحن خلال هالسنة إنه نخرج قادة قادرين يعملوا تغيير إيجابي بالمنظمة وبالمجتمع اللي هن فيه، طبعا من خلال تطوير أدائهم، تطوير مهاراتهم بأكثر من مجال معين،
خلال السنة. طبعا آخر شيء بيكون في فحص نهائي بالكل شيء أخذوه خلال التدريبات، وفي شهادة طبعا موقعة معتمدة إن شاء الله مشان يحسنوا يكونوا مدربين خلال داخل المنظمة. نحن هون من مختلف الدراسات شباب يافعين بدنا نسعى إنه نكون فعالين بهالمجتمع. ساعدنا هذا البرنامج إنه نحن نطور مهاراتنا ونسقلها ونجهز حالنا لندير مشاريع فعالة نغير بهالمجتمع بشكل إيجابي أكثر. هلأ على الصعيد الشخصي طورني وفتح لي مجالات كتير مهمة صير فكر فيها، وكشابة سورية إني طور مهاراتي. هاي السلسلة من التدريبات أهم شيء فيها إنه ما مو بس مدرب واحد هو اللي عم يقوم فيها، نحن في عدد كتير كبير من المدربين عم يجينا، فنحن دائما عم نكتسب خبرات زيادة، وكل مدرب مختص بمجموعة من الأمور. كتير قدمت لنا شغلات كبيرة على مستوى هاي المهارات وكتير نمت لنا إياها، وفي فرق كتير كبير عم نحس فيه بعد كل جلسة تدريبية عم نقوم. مشروع الليدرز فاكتوري اللي قامت فيه مغرفة الفتية الدولية GCI هو مشروع فريد من نوعه، خصوصي بالمحاضرات اللي عم ناخدها كان على مدى تقريبا 3 شهور، كان فيها محاضرات كتير فريدة من نوعها وما بنقدر يعني نحصل عليها خارج نطاق الغرفة. خلال هالمحاضرات لفت نظرنا لكتير مواضيع بتخلينا نشتغل صح على أرض الواقع. يعني مثل ما تابعنا أغلب الآراء من المتدربين كانوا عم يحكوا عن أهمية أول شيء الدورات قد هي عم تعطيهم نطاق واسع وأهمية وجود يمكن أكثر من مدرب. خلينا نتعرف منكم على شوية المواضيع اللي تم طرحها واللي ركزتوا عليها لحتى يكون في بالنتيجة صناع قادة مثل ما قلنا. تمام. هلا أول شيء نحن اللي نشتغل عليه بالغرفة نحن كيفية تحديد الاحتياجات المجتمعية، الاحتياجات الفردية، أي شيء نحن نسميه الأكتف سيتسن فريمورك، اللي هو أول شيء نحن نبلش بدراسة احتياجات المجتمع. يعني نحن ما لنا مبادرة، ما لنا جمعية، الشيء اللي نشتغل عليه بشكل احترافي إنه أول شيء نشوف هذا المجتمع اللي بين إيدينا شو الاحتياجات اللي بتطلبها المجتمع اليوم، بناء عليه بنحط مشاريع. هاي المشاريع تدرس وتقدم للأعضاء وتقدم لمجلس الإدارة وبعدين تنطرح وبينحط التيم تبعها وتنطرح من خلال هذول الأفراد، بيكون في مدير مشروع لهذا الموضوع لنخلص المشروع. بعدين بتتم عملية التقييم، هل المشروع اللي احنا اشتغلنا عليه بناء على الاحتياجات اللي درسناها أدى الهدف اللي بدناه ولا لا. إذا أدى الهدف نحنا بنسكر المشروع، بنكون خلصنا بننتقل لمشروع تاني وهكذا. هلا هذا الشيء بنعلمهم اياه ضمن البرنامج، بنعلمهم كيف إدارة المشاريع، كيف يكتبوا مشروع، كيف هذا المشروع يشتغلوا على الأرض، كيف يقدروا يديروا وقتهم فيه، كيف يخلوا يشكلوا الفريق اللي قادر إنه يدير الفريق، بالإضافة لدورات عديدة ممكن قصي يشرح لنا عليها أكثر. هلا بما أنه هو عم يتابع الموضوع دائما ودائما بيكون في شخص بالغرفة، احنا كثير بنقسم المهام، يعني شخص مثلا مسؤول عن التدريب مثل قصي هو بيضل عم يتابع البرنامج ستيب باي ستيب وكل يوم بيضل موجود معه، ممكن بيحكي لنا عنه. هلا قصي حضرتك انت المسؤول عن البرنامج صناع القادة، ومثل ما حكى لنا هلا وسيم انه انت عم بتتابع الخطوات اول باول، طبعا هلا هيدا المتابعة هو لتوصلوا انتم لنتيجة. خلينا نحكي شوي كيف ملاقي البرنامج، كيف ملاقي الخطوات، هل في شغلات ممكن يتم التنبيه عليها او اعطاء ملاحظات مشان تبدا صح وتخلص صح؟ هلا بالنسبه لبرنامج صناع القادة، طبعا اي برنامج تدريبي نحن نشتغل عليه اكيد في ايجابيات في سلبيات. الحمد لله اول ما بلشنا البرنامج كانت بهمه الاعضاء اللي مشاركين فيه يعني همه عاليه الحمد لله، التواتريه مشينا عليها ممتازه، كانت التقييمات اللي اجتنا من الاعضاء للمدربين كمان كانت جيده، بحيث انه نحن
حاولنا نضل على هالمستوى هذا ونحسن أكثر. طبعا جانا ملاحظات من الأعضاء من المدربين، رح نشتغل عليها مشان نشتغل على القسم الثاني. دائما قصي الملاحظات هي شيء إيجابي طبعا، إيجابي لنجاح طبعاً. أي مشروع، نجاح أي مشروع. النقد البناء هو كتير شيء فعال بهيك مشاريع، وخصوصي يعني مشاريع لسات عم تنطرح لتصير قيد التنفيذ. طبعاً. أكيد سالي، وخصوصا أنه خلينا نقول إعادة تقييم أي شيء هو خطوة أساسية. معروف عنكم أنه عنكم كتير أقسام وعنكم مدراء كتير، لكل قسم مدير. من فترة كان في لكم مشاركات بتونس وبالأردن بدول متعددة، خلينا نحكي عن هذا الشيء. نحن اليوم بسوريا حرب 6 سنين، مع هيك جي سي آي قدرت تكون فاعلة مع باقي الدول ببرا، نحكي شوي عن هذا الموضوع. نحن كغرفة اليوم صرنا هلا، إذا ما نحكي عن بداية تأسيس الغرفة عالميا بلشت ب 1915. نحن بسوريا هي السنة رقم 11 اللي عم تشتغل بسوريا. جي سي آي ما قبل الأزمة. هلا نحن من ما قبل الأزمة وضمن الأزمة نحن وقفنا ما يقارب السنتين ورجعنا كفينا. فنحن وقت عم نشتغل في عنا مثل ما يكون كمنظمة عالمية بيكون في عنا مؤتمر على مستوى فينا نقول دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وفي المؤتمر العالمي. فهون ضمن المؤتمر نحن غرفة دمشق حصدت أكثر من جائزة، حصدت جائزة أفضل مشروع بحملة السلام، هذا اللي صار السنة الماضية، ساوينا مسير اسمه مسير السلام ممكن اللي صار بدمشق القديمة. كمان في صبية عنا هي كمان نائب رئيس المحلي لنطاق المجتمع، هي الصبية كمان حصدت المركز الأول بفن فن الخطابة أو بسميه الببليك سبيكينج. دينا منجد بحبك وجهة تحية، أخذت المركز الأول من خلال دول بتحكي بلغتها الأم اللي هي ممكن تكون لغة الإنجليزية، طبعا التقديم باللغة الإنجليزية. فكمان إذا بدنا نحكي وترشحت لغرفة دمشق بأفضل ضمن أفضل 3 غرف على هذا المستوى. فنحن وقت عم نحكي سوريا ضمن الأزمة شبابها بالعكس عم يكونوا فاعلين أكثر، عم يقدروا يوصلوا رسالة الغرفة بشكل صح. وأهم شيء بالغرفة نحن اليوم 1 year to lead بنسميه، أو سنة واحدة للقيادة. يعني أنا اليوم نائب رئيس المحلي لنطاق تطوير الفرد، أنا ما عاد بحق لي مرة تانية بحياتي أبدا أن أكون على هذا المنصب. الرئيس المحلي أو الرئيس الوطني كمان نفس الشيء، سنة واحدة فقط لا يكون ضمن هذا الترتيب. طبعا في نطاق نحن سنحكي عنه، نطاق تطوير الأعمال واللي هو كمان النطاقات المهمة اللي كمان بيشتغلوا على تمكين أفراد بالمجتمع ولكن بنطاق الأعمال، كيف يقدروا يشتغلوا على مشاريع تبعهم، كيف يكونوا رواد أعمال. ومن خلالها بنعمل محاضرات كمان، هذه المحاضرات العلاقة بالبزنس. هلا الأسبوع القادم عنا محاضرة بتحكي عن المصارف الإسلامية بين التطبيق النظري والتطبيق العملي كمان لفائدة الأفراد بالمجتمع. نعم قصية، دائما خلال برامجكم في شغلات جديدة بتكون على مستوى التدريب، شو الجديد اللي لقيته بهذا البرنامج؟ هلأ الجديد اللي لقيته بالبرنامج كصناع قادة، برنامج أول من نوعه بيصير بغرفة دمشق. خلال التدريبات اللي نحن نقيناها وحطيناها هي تدريبات advanced، ما لها تدريبات عادية، تدريبات متقدمة للأعضاء لتمكنهم بشكل إذا فينا نحكي بشكل محترف مشان يقدروا يكونوا فاعلين جوات الغرفة وخارج الغرفة. هلأ حطينا كمان خطة تدريبية ل6 شهور الجايين، تدريبات مختلفة اللي هن نحن درسنا احتياجات الأفراد مشان نقدم هالتدريبات لإنه طبعا كل تدريب له تقييم وله إفادة مختلفة عن الآخر. أكيد تمام، يعني كتير حلو أنه يكون بسوريا هيك برامج بتطور وتسعى إلى تطوير العقول، طبعا مدروسة بجهودكم بجهود كتير من الشباب. يعني شو بدنا نقول هيك كلمة، نحن رغم الظروف ورغم الأزمة نحن مستمرين، نحن عم نحط خطط، عم نحط ورق، عم نشتغل لننفذ على أرض الواقع، شو بدنا نقول نحن؟
هلا الانجازات اللي شفناها هي بصراحه هي اللي بتحكي اكثر، لانه نحن اليوم وقت شفنا غرفه دمشق او عم نحكي على نحن بالازمه، نحن حققنا مراكز ضمن الغرف العالميه، فبنورجي الغرف العالميه اللي برا اللي هي عايشه وما عندها اي مشكله، هي بنيها نحن تفوقنا عليها. الشباب السوري شباب واعي، الشباب السوري قادر ينجز، حققنا انجازات كثير على الصعيد العالمي وعلى الصعيد المحلي ونحن مستمرين، فهذا الشيء نحن عم يكون عندنا حافز ايجابي اكثر لنقدر نشتغل اكثر، لنقدر نشوف حاجات المجتمع بشكل اكثر ونشتغل عليها ونطور المجتمع. ونطور هذول الشباب اللي حكينا عليهم، الفئه اللي بتتراوح بين 18 و40 سنه. طبعا كثير بننسال، طب انتم بس هذول، طب في فئه اصغر من هيك؟ ما هو نحن بنخلق الاثر الايجابي عند هذول الفئه ليقدروا ياثروا بالفئه اللي اصغر منهم والفئه اللي اكبر منهم. نعم، فهذا الشيء ممكن نوصله كغرفة دمشق. غرفة دمشق اليوم كانت من اول ما تاسست من 11 سنه وما زالت مثل اي الغرف الباقيه موجوده بسوريا، عم ندعم الشباب ومستمرين بدعم الشباب رغم الازمه. اكيد. تفضل قصي، شو بتحب تقول؟ الشباب السوري عنا كاعضاء غرفه او كمجتمع سوري يعني هي مسؤوليه كبيره لنا، كل ما بيكثر الشغل والتدريبات اكيد بتكبر المسؤوليه، ودائما نحن غرفه دمشق بنعطي يعني ما بنبخل مثل ما بيقولوا، تدريبات، مشاريع، اي شيء ممكن يفيد المجتمع. هدفنا الاول انه نغير ونساوي تغيير ايجابي بالمجتمع من خلال المشاريع، خلال التدريبات اللي بنستهدف فيها الاعضاء والمجتمع. يعني طبعا نحن بنفتخر بكل شاب وصبية وبكل حدا سوري عم يشتغل رغم الظروف ورغم الأزمة. نحن منتشكر كتير وجودكم معنا لليوم، وإن شاء الله يا رب موفقين بمشروعكم ومنتابعكم بمشاريع تانية. أكيد إن شاء الله. أكيد. شكرا لوجودكم معنا. وسيم سعد نائب الرئيس المحلي لنطاق تطوير الفرد بالغرفة الفتية، وأيضا قصي الحافي رئيس لجنة التدريب بالغرفة الفتية، شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم.